استقبال طبعا في اي بي، لقطات من استقبال بعثه النادي الاهلي في المغرب. بدايه طبعا تحيه لكل الاهلاويه اللي بداوا معانا حلقه النهارده من السادسه، اهلا وسهلا بيكم. اليوم الحلم، اليوم المنتظر خلاص بيفصلنا عنه 48 ساعه، رحله سريعه جدا هناخدكم فيها للمغرب ونطمن على تاني ايام البعثه اللي كانت النهارده يمكن اجواء عاصفه. يعني النهارده كان يعني رغم انه الجو ابتدى كويس وكانت يعني الاجواء مشمسه زي ما بيقولوا، لكن بعد كده قلبت بقى عواصف ومطر وتلج وقصه وحكايه وروايه. لكن هنطمن بالتاكيد على مدار حلقه النهارده على بعثتنا وتاني ايام استعدادها و48 ساعه قبل مواجهه اوكلاند في المباراه الافتتاحيه. الحقيقه يعني النهارده فكرت وانا ببتدي الحلقه، يعني طبعا انا عارف انه كاس العالم هو الشغل الشاغل لجماهير النادي الاهلي، بس الحقيقه امبارح يعني ده كلام من القلب واتمنى انه يوصل للقلب. يعني امبارح بعد كلامي على قصه بيان اتحاد الكوره وعلى المشكلات والازمات اللي خاضها الاتحاد المصري لكره القدم في الفترات الاخيره، سواء مع كارلوس كيروش او مع مارك لاتنبرج او حتى الازمات الداخليه، الحقيقه لازم في جات لي مكالمات او في ناس اتصلت بيا، وفي مش عايز اقول زعل لكن خليني نقول حاله عتاب، يعني وان انا بهاجم الاتحاد وان انا واخد موقف خالص. على فكره انا اهم حاجه بتشغلني هو مصلحه الرياضه المصريه، واتمنى دايما نشوف مصر قدام سواء كمنتخبات في المقام الاول او كانديه، وشيء يفرحني ما يضايقنيش ابدا. على فكره انا اتربيت كده، ممكن تحسبها ان انا صح ممكن تحسبها ان انا غلط، لكن انا بفرح لاي انجاز مصري اذا كان على مستوى القاره او على المستوى العالمي، حتى لو ما كانش النادي الاهلي. يعني لو الزمالك فاز ببطوله افريقيا وهو بيلعب اي فريق غير النادي الاهلي هبقى سعيد. على فكره ابقى سعيد لاولاد بلدي، في النهايه جمهور الزمالك هم جزء من اهلي وناسي واصحابي، وعمري ابدا ما احب ان هم يبقوا متضايقين لحساب حد غريب، لكن لو بيلعبوا الاهلي قصه ثانيه طبعا. نفس الحكايه على الاسماعيلي، نفس الحكايه المصري، انا ما عنديش حساسيات، وخصوصا ان انا يعني فرحان وبفتخر ان انا واحد اهلاوي اتعودت على البطولات وشبعت بطولات، الاهلي شبعني بطولات، الاهلي كان واحد من اهم مصادر السعاده في حياتي، فاتمنى اتمنى دايما اشوف الرياضه المصريه بخير. والقصه لو اتكلمنا بعيد عن الرياضه، وهي حقيقي ملهاش علاقه بالرياضه، يعني حاله السيوله، مش عايز اقول حاله الاسفاف اللي حاصله في المشهد الرياضي في مصر، بقت مش مضايقه الناس اللي معنيه بالرياضه ولا مهتمه بالرياضه بس، بقت مضايقه الناس كلها، اللي ليه في الرياضه واللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. واذا كنت انا هفكر بنفس منطق الشر واهل الشر، انا ممكن اقول لك ان الحاله دي في مصلحه الاهلي، يعني بقاء الحال على ما هو عليه ده في المقام الاول والاخير بيخدم النادي الاهلي، لانه واخد الناس كلها ورايح بيها لورا، واخد الناس بما فيهم الانديه اللي بتنافس النادي الاهلي، واخدهم وراجع بيهم ورا، واخدهم وراح يلبس بيهم في حيطه. فانا من مصلحتي جدا جدا لو هفكر بنفس المنطق ده انه ان يبقى الحال على ما هو عليه. حاله ضعف، حاله لا مبالاه، حاله يعني مش عارف اسميها ايه، لكن في النهايه انتبه السياره ترجع الى الخلف. مش ممكن نكون ماشيين بالطريقه دي او بنفكر نكمل بالطريقه دي واحنا عندنا مثلا على هدف زي التاهل لكاس العالم. مش ممكن نكون بنفكر بالطريقه دي واحنا هدفنا ان احنا نعمل مشوار زي مشوار المنتخب المغربي اللي شرف الكرة الأفريقية والكرة العربية في بطولة كأس العالم. مش ممكن، مش ممكن اللي حاصل، المعادلة اللي حاصلة واللي موجودة في المشهد دلوقتي تقول إنه مصر أو الرياضة المصرية أو كرة القدم المصرية مستقبلها مبشر، مستقبلها يدعو للتفاؤل. وكلامي باختصار شديد جدا عشان ما عدش وأعيد وأزيد في الكلام اللي أنا قلته امبارح، أنا كل اللي قلته يظل البيان الصادر في من اتحاد كرة القدم المصري فيما يتعلق بملف المشكلات والأزمات اللي أثيرت في الشهور الأخيرة مجرد حبر على ورق، ما لم يترجم لخطوات فعلية تنفذ وتغير من الأمر الواقع شيء، بس هو ده اللي أنا قلته. لكن أنا لا بهاجم أشخاص، لا لي علاقة بالسادة المسؤولين عن الكرة المصرية سواء اتحاد كورة ولا رابطة أندية ولا لجنة انضباط ولا لجنة حكام، وعمر ما هيكون ليه علاقة. أنا لا بصفي حسابات ولا طمع في مصالح شخصية، أنا همي كله وكلامي كله مرتبط بأنه القادم يبقى أفضل، حلمي وطموحي. لأنه على مستوى الكرة المصرية لو بصيت للعشرة أو الحداشر سنة اللي فاتت هتلاقي أنه الإنجاز الوحيد اللي بيتحقق على مستوى الكرة المصرية كلها أندية ومنتخبات هو النادي الأهلي.
حد يكلمني عن اي انجاز اتحقق غير النادي الاهلي، بطولات افريقيا، بطولات سوبر افريقي، بطولات كاس عالم انديه، مين غير الاهلي؟ فاذا كانت الناس بتفكر انه احنا عايزين بكره يبقى احسن، اعتقد انه الافعال كمان لازم تقول ده. الكلام وحده لن يكفي. اعتذر للاطاله، كان بس مهم جدا اقول الكلام ده لحضراتكم في بدايه الحلقه. خلينا نفصل من الواقع اللي احنا عايشين فيه هنا ونروح للواقع اللي نتمنى نشوفه ان شاء الله كمان يومين، ونتمنى ان شاء الله يكون مصدر سعاده زي ما عودنا دايما في المغرب والمونديالتو والاهلي في كاس العالم للانديه. فاصل ونبدا حلقه. يعني طبعا قصه ابناء النادي بالتاكيد في اوقات كتير جدا بتصنع الفارق، خصوصا لما يكون نادي متعود على البطولات، لكن القصه دي في معطيات كتير جدا غيرت منها، لانه معلول مثلا مش من ابناء نادي الاهلي، لكن ما تقدرش تنكر انه واحد من اهم اللاعبين وواحد من اهم المحترفين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، كل واحد من اكتر اللاعبين انتماء. ديانج ينطبق عليه نفس المقوله، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه حتى صفقات الاهلي الجديده، لانه خد بالك المنظومه دايما، المنظومه هي اللي بتصنع الفارق، المنظومه هي اللي بتقدر تطور وتقدر تنمي القدرات وتقدر تنمي طريقه التفكير والعقليه اللي احنا بنتكلم عليها دايما انها اهم اساس في نجاح اي عمليه احتراف. ونتمنى ان شاء الله ان لعيبتنا يكونوا قد التحدي. تصريحات ربيعه بتتكلم في ده، تصريحات كريستو بتتكلم في ده، هنتابع معاكم طبعا ومع نجمنا النهارده، يعني واحد طبعا من اشهر نجوم الكره المصريه، منتخبات، انديه، بطولات، اولمبياد، كابتن احمد ناجي هو ضيفنا النهارده في السادسه. هقول بقى لاعب كره القدم والشاعر طبعا الكبير احمد ناجي. مساء الخير يا كابتن احمد، منور الدنيا. مساء الخير يا ابو حميد، وانا سعيد جدا ان انا معاك النهارده ومتابعك وبرنامجك فيه حاجات دايما مفيده وحاجات دايما شرف يعني اب تو ديت، وحاجه جميله جدا. شرف لينا وبنقابلك في مناسبه حلوه. خلينا ابارك لك الاول على الديوان الاخير او الديوان الجديد صدر مؤخرا، وهيتم بكره حفل توقيع، صح؟ بكره ان شاء الله. الف مبروك. ديوان عنوانه ايه بقى كابتن احمد؟ ديوان اسمه المفرمه. المفرمه، ده في كلام كبير بقى. ده اكيد في كلام كبير. المفرمه ده يعني انا بعتز بيه جدا. اخترت الاسم ليه الاول؟ يعني اخترت اسم المفرمه ليه؟ المفرمه عشان كلنا حاسين ان احنا في مفرمه الحياه. فهو يعني بيحمل الى حد كبير الهم بتاع الناس ومشاكلها، وطبعا في حاجات خفيفه ولايت وفي حاجات كوميدي كمان. طب تحب تختار لنا حاجه ايه من من من, من عمق المفرمه، ولا تحب تقول لنا حاجه؟ طبعا احنا في الوقت الاخير ده يعني التجاوز بقى كبير قوي، والكلام الصعب اللي ما يتقالش على شاشات التلفزيونات ولا على ناس شريفة بيتقال عليهم كلام صعب جدا. فيمكن المواقف دي أوحت لي بفكرة قلتها في المفرمة، يعني نسمع من كابتن أحمد. فقلت دي الحقيقة وبعترف، نتفق أو نختلف، كل وقت وله أدان، كل شيء بقى مختلف. دي الحقيقة وده الكلام، الأدب كان فيه وبح، الاحترام برضه اندبح، والأباحة توجوها وبسلام. دي الحقيقة وده الكلام، حد يقدر يعترض أو يختلف؟ الأمانة في الغريق، الوهن في كل شيء، كل شيء عمال يسيء، المهم إن يعترض أو نختلف. دي الحقيقة وبعترف، كل وقت وله أدان، كل شيء بقى مختلف. الطمع بمئة طريقة، الاحتيال بعيون جريئة، والنصب لابس ثوب حقيقة، ورقنا من الصراخ نشف. حد يقدر يعترض أو يختلف؟ دي الحقيقة وبعترف، نتفق أو نختلف، كل وقت وله أذان، كل شيء بقى مختلف. ده أنا خليني أقول لك هي محاسن الصدف. أنا كان أول موضوع حابب أطرحه معاك هي فكرة إيه، كام سنة كابتن أحمد مع الكورة؟ 40 أو أكتر من 40 سنة؟ لا أكتر من 40. أكتر من 40 سنة. وأنا 16 سنة. لاعب ومدرب طبعًا. لاعب ومدرب 50 سنة. 50 سنة. طبعًا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. وده مشوار طويل أنا كنت حابب أبتدي معاك الكلام فيه، يعني
40 50 سنة شفت عصور مختلفة وشفت طبعا أجيال مختلفة. الواقع اللي احنا عايشينه ده أنا عايز أقول كلمة بس صعبة قوي، هو واقع منيل قوي. يعني حاجة صعبة، وأنا أعراض الناس ومشاكل بيوت الناس احنا عمرنا كنا بنسمعها في الكورة. يعني أي حد في الكورة ما كناش نعرف اللي هو بيلعب في المركز الفلاني، سجل كام جون، رايح نادي تاني، ده أقصى حاجة كنا نعرفها. ما كناش نعرف بيته فيه ايه، وامه جرالها ايه، وابوه اتسجن، واحنا مالنا، وهو بيشرب ايه، وهو بيعمل ايه، احنا مالنا، احنا مالنا. السؤال هنا بس انا اللي عايز اساله لك، يعني على مدار 50 سنه اكيد في خبره، واكيد شفت ادارات كتير جدا، انديه ومنتخبات، وشفت طفرات حصلت للكره طبعاً المصريه، وشفت انكسارات حصلت للكره المصريه. الوضع السائد حاليا واللي بيتحمل مسؤوليته جميع الناس، طبعاً يعني طبعاً مش مسؤوليه ابدا منفرده، واخدنا ورايح بينا لفين؟ لا، ما النتائج باينة، النتائج ان احنا محلك سر. مفيش يعني مصر الأمة 120 مليون، يعني ما هيش عاملة حاجة بوم في الرياضة. يمكن الاستثناء الوحيد فريق كرة اليد. ايوه، يمكن كمستوى منتخبات طبعا، المنتخبات والأندية. والاستثناء الثاني هو النادي الأهلي طبعاً. النادي الأهلي محافظ مغرد منفردا على يعني على قيمه حقيقي. ومبادئه، عشان كده هو في مكانة تانية. صحيح. المسألة بقى انه الغريب ان في ناس حابة الناس دي مش متفق معاك يا كابتن. لا يعني في انا بعض، شايف انه الرفض النهاردة بقى من الجميع الحقيقة، يعني حالة الغضب وحالة عدم القدرة على تحمل المزيد النهاردة بقت جاية من كل الألوان، وبصرف النظر عن الانتماءات، بسمع النهاردة من كل الأندية، من كل الأندية، حتى نادي الزمالك نفسه، قامات ورموز وناس كانت مسؤوله في موقع مسؤوليه قبل كده، في حديث العهد بالمسؤوليه، وناس من اجيال سابقه ليها كل التقدير والاحترام، على مستوى جماهير، على مستوى لاعبين، على مستوى نجوم كانوا بيلعبوا في نادي الزمالك، بقى في حاله غضب، وفي حاله عدم رضا، وفي حاله احساس كمان انه الاساءه الاولى اللي بتحصل، رغم طبعا انه اللعنات والسباب والشتائم بتوزع في كل الاتجاهات وما بتفرقش بين حد وحد، لكن هم بقوا حاسين الاساءه الاولى اللي بتحصل لنادي الزمالك نفسه. انا عايز اسالك سؤال، يعني انت عمرك سمعت عن مختار التتش حاجه وحشه؟ ابدا. عن الكابتن صالح حاجه وحشه؟ ما حصلش. عن سياده الفريق مرتجي حاجه وحشه؟ نهائي. عن الكابتن عبده صالح الوحش حاجه وحشه؟ ولا اسم من الناس اللي تولت كابتن حسن حمدي، وعلى فكره وقامات كتير في نادي الزمالك برضه، لدرجه انه انا والله يمكن الديوان ده يعني او حالي بحاجات كتير جدا بالمناسبه دي، يعني كل واحد لما كلنا هنمشي، كلنا هنروح، بس عايز بعد ما تمشي يبقى سيرتك كويسة. طبعا. حتى أنا كاتب في الديوان حاجة اسمها لما همشي، كل واحد عايز لما يمشي يبقى ليه سيرة كويسة. طب الناس دي ما سابتش ولا حاجة حد يقول عليها يفتكرها بالخير. فأنا كاتب حتى لما همشي أو أغيب يبقى يقولوا كان حبيب، من قلوبنا كان قريب، حتى لما كان يسيب، كان يسيب من غير خصام، كان يغيب من غير كلام، كان يغيب بس في سلام، قلبه كان زي الحليب. لما همشي أو أغيب اوعوا تنسوا الود بينا، لما حاولنا وحلمنا كنا مش فاهمين فهمنا، كل مولود يوم يشيب. لما همشي أو أغيب قولوا كان، قولوا كان دايما مسامح، قولوا كان دايما يصالح، وفي كلامه ما كانش جارح لا الغريب ولا القريب، قلبه كان زي الحليب. لما همشي او اغيب بقولوا كان حبيب، من قلوبنا كان قريب، حتى لما كان يسيب، كان يسيب من غير خصام، كان يسيب بس في سلام، قلبه كان زي الحليب. لما همشي او اغيب. الله عليك يا كابتن احمد، يعني شوف السيره. أيوة. يعني الواحد نفسه على فكرة حتى اللي انت بتقوله ده، يعني وانا وحضرتك بتقول الكلام ده، انا في الصوره اللي اتكونت في ذهني الغالبيه الكاسحه من الشعب المصري، الناس كويسه، طريقه تفكير، دي طريقه تفكيرنا، دي طباعنا، دي الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. بتكلم على السواد الاعظم والغالبيه العظمى من المصريين، لانه اللي حصل ده شذوذ. طبعا طبعا، يعني اللي حصل اللي احنا شايفينه في الساحه الرياضيه مؤخرا، والفجر والعهر في الكلام،
ده شيء يعني يندى له الجبين. صحيح الحقيقة. تسمح لي طبعا هنرجع نكمل كلامنا، وعندي موضوعات كتير حابب اسمع رايك فيها واسمع وجهة نظرك، بس طبعا انت عارف ان الاهلاويه حابين يطمنوا كل يوم ولو يقدروا كل ساعه على اخبار الفرقه في طبعا المغرب، وفي انتظار طبعا مواجهه اوكلاند سيتي بعد بكره ان شاء الله في افتتاح مشوار الاهلي في كاس العالم. اعتقد زميلنا كريم احمد جاهز معانا، زميلنا كريم احمد من تطوان من المغرب في تاني ايام البعثة في المغرب. طبعا النهارده زي ما قلت لحضراتكم الاجواء كانت عاصفة، الفور سيزونز في ايام كده بتيجي تشوف الاربع فصول في نفس اليوم، وده كان الحال النهارده في المغرب في تمرينة الاهلي تحديدا. خلينا نرحب بكريم ونقول له مساء الخير، ونتكلم عن تاني ايام البعثة وتاني تدريبات الاهلي في تطوان النهارده. يا كريم تقول لنا اخر التفاصيل. مساء الخير عليك زميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. يعني بالتاكيد طقس متقلب وصعب جدا الحقيقه، لكن جو الكره يعني لما نيجي نتكلم على كره القدم حاجه هتبقى ممتعه جدا، لكن الامطار والثلوج والعواصف بتاثر بشكل كبير جدا زي ما احنا عارفين على التدريبات او على المباريات النهارده. الحقيقه يعني التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي شهد تقلب جو غير طبيعي، يعني في اقل من دقائق الشمس كانت متواجده، لكن في اقل من دقائق الحقيقه امطار يمكن بغزاره بشكل كبير جدا، فضلت متواصله الحقيقه لمده 15 او 18 دقيقه، مما ادى الحقيقه لمستر كولر خوفا طبعا على لعيبه النادي الاهلي من التعرض لاي نزلات برد، لان الطقس يمكن صعب شويه وممكن اللعيبه مع السخونيه الكبيره جدا ومع المجهود اللي بيبذل الحقيقه في التدريبات، فكان الحفاظ بضغط الفقرات التدريبيه يعني تقليص التدريب كده ما كانتش المده كامله. باقي بقى طبعا التدريب يمكن تم في الجيم، كلها كانت حاجات طبعا بسيطه جدا، على ان بقى يكون التدريب الاخير غدا بمشيئه الله جرعه تدريبيه كامله لفريق النادي الاهلي على نفس الملعب، ملعب ثانيه الرمل اللي بيقام عليه كل التدريبات حتى موعد المباراه النهارده. يمكن التدريب زي ما بنقول ما كانش طويل شويه، لكن نفس الجديه الموجوده النهارده، كان في جري كبير جدا، ما كانش فيه طبعا حاجات شوتينج او كروسات او كرات ثابته لان الهواء كان صعب جدا، فمش هتقدر ان انت تتحكم فيها الكوره، لكن يا رب ان شاء الله الطقس يبقى هادي شويه بالنسبه لتدريب الغد عشان يستفيد النادي الاهلي الحقيقه من التدريب. ومن بعد الغد ان شاء الله يوم الاربعاء بنتمنى طبعا ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني ما فيش امطار، لكن تكون في بروده، تكون في كل الامور دي هتساعد فريق النادي الاهلي كالعاده للجري الكبير، ويا رب ان شاء الله يكون توفيق النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي. امبارح يمكن بعد ما عملت المداخله معاك وعرفت اخبار البعثه والفريق منك يا كريم، كان في معانا مداخله مع احد الاعلاميين المغاربه سيد مامون الخلقي او الخلقي، وكنت بكلم على فكره عدم التدريب على ملعب المباراه، كان بيقول لي انه ده بسبب انه كان في يعني تاخير شويه في انت عارف الملعبين اللي هيستضيفوا مباريات البطوله حصلت فيهم عملية تطوير وتغيير لأرضية الملعب، فقال إنه التأخير في عملية اللمسات الأخيرة هو بس اللي حرم الفرقتين من المران إن هم يعملوا المران الرئيسي على الملعب، لكن بعد المباراة الافتتاحية إن شاء الله الفرق كلها هيبقى ليها فرصة تدريب أخير أو تدريب رئيسي على ملعب المباراة. عايز منك كواليس اليوم يعني بعيدا عن التدريب، حالة اللاعبين، مين بيتكلم مع مين، تواجد كابتن محمود الخطيب، كلام كولر حتى مع اللاعبين الجدد والصفقات او الاسماء اللي يمكن هتظهر لاول مره في يعني مشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. يعني هبدا معاك زميلي احمد باجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي في فندق الاقامه، يعني رساله ومردود كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي ورساله تحفيزيه كبيره جدا. يعني كالعاده طبعا كابتن محمود الخطيب جمع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني واكد على اهميه هذه البطوله، اكد على الانطلاقه لابد تكون بجديه كبيره واصرار، ملايين الجماهير منتظره النادي الاهلي، الشعب المصري منتظر يفرح النادي الاهلي، النادي الاهلي يفرح الشعب المصري، فيمكن كانت رسائل تحفيزيه كالعاده لكابتن محمود الخطيب قبل طبعا التوجه الى التدريب. الحاله المعنويه والحاله التركيز كبيره جدا جدا، وده اللي بنشوفه في فندق الاقامه. يمكن الطقس زي ما بنقول صعب شويه، فما بنشوفش اللعيبه غير في المطعم او في غرف طبعا غرف المعيشه. في المطعم بعد انتهاء على طول الغداء او العشاء بتلاقي اللعيبه قاعده وبتتكلم ثنائيات، كل واحد بيتفرج على هايلايتس لاي مباراه يمكن لاوكلاند سيتي اللي فاتت. مستر كولر كمان مع طبعا مخطط الاحمال وايضا كمان محلل الاداء بيكون عارض بعض الفقرات الخاصه بالقصور، يمكن بعض اللعيبه بتحاول طبعا ان هي تطور من ادائها، التغطيه العكسيه دي كانت صعبه،
فخلاص كل مركز زميلي احمد في هذه المرحله. ايضا كمان شناوي ككابتن فريق النادي الاهلي، ربيعه السوليه، اللعيبه دي يمكن له دور كبير جدا. علي معلول الحقيقه بقيمته الكبيره بتشوفه في التدريبات، قبل التدريب بيتكلم، ياخد لعيب يكلمه. خالد يمكن ايضا كمان، مروان، كريستو، اللعيبه دي زي ما بنقول انسجمت سريعا مع فريق النادي الاهلي. ترجع للعيبه الكبار زي ما بنقول في كل مره لدورهم الكبير وشرح كل تفاصيل الغرف خلع الملابس. سر نجاح النادي الاهلي احمد انت عارف ان يكون في احتواء كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي لكل الوافدين الجدد، لان احنا محتاجين كل اللاعبين، عندهم وعي كبير جدا الصفقات الجديده. الكابتن محمود الخطيب ايضا كمان بيحاول ان هو يتكلم معاهم كده بشكل بسيط يحفزهم. لكن عايز اقول لك يمكن الفكر اللي موجود في الثلاثي الحقيقه اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي يكونوا اضافه ان شاء الله، ويظهروا بشكل يليق بيهم ويليق باسم النادي الاهلي مع المجموعه المميزه اللي معانا. ينقصنا التوفيق الحقيقه احمد، كولر بيبذل كل المجهود، الجهاز الفني بيحاول ان هو يبذل كل المجهود، لكن يا رب ان شاء الله في هذه البطوله اللي جايه من بعيد شويه يمكن ربنا ياخدنا فيها بعيد جدا ان شاء الله ونوصل لمرحله بعيده جدا في هذه البطوله زميلي احمد. طبعا انا معايا واحد من نجوم حراسه المرمى كلاعب ومدرب، كابتن احمد ناجي، هو ضيفي النهارده في الحلقه. ومش عارف كابتن احمد تحب تسال كريم حاجه ليها علاقه ببيانكون او بحراس مرمى النادي الاهلي طبعا اللي موجودين مع البعثه. كريم ازيك، وحشني كتير. كابتن احمد يا بعتذر ان انا ما رحبتش بيك في البدايه، يعني انا كابتن احمد ناجي، يعني انا يعني شرفت ان انا كنت في قطاع الناشئين الحقيقه. وكابتن احمد ناجي كان طبعا مدرب حراس المرمى، وكان يعني هو اللي خلى شيف اكرامي بهذا الشكل الكبير جدا في قطاع حراسه المرمى طبعا في قطاع الناشئين. برحب بيك يا كابتن ناجي وانا معاك في اي سؤال. لا هو خلي بالك اللي حاصل ده ممكن يكون مفيد جدا للفرقه، لان الفرقه طالعه من مباريات مضغوطه وكل ثلاث ايام مباراه، لو التدريب خف النهارده ما تقلقش يعني. فده افضل يريحوا كده يوم كمان ولا حاجه لحد ما الجو يبقى احسن، وده مش مشكله خالص. طبعا تحياتي لمستر يانكون صديق العزيز جدا، وكل الحراس وكل اللاعبين، وبنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والتركيز، لان طبعا كل الناس بتقول اوكلاند سيتي وفرقه مش كبيره. لا الفرقه دي مش كبيره على الورق، ممكن في الملعب تبقى حاجة تانية. حاجة تانية طبعا. فلازم نبقى أكيد. فريق التحليل في النادي الأهلي عمل شغله وعمل سكاوتينج وإناليسيز على أداء الفرقة، وإن شاء الله يكونوا درسوا كويس إمكانيات الفرقة. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، وهنكون معاك بكرة إن شاء الله في اليوم الأخير قبل إن شاء الله يوم المباراة، واحتمال كمان تكون معنا يوم المباراة، ليه لأ يعني. طبعا نعرف منك آخر أخبار بعثتنا الزميل العزيز كريم أحمد من تطوان في المغرب. دي أخبار فرقتنا النهارده. انا مجهز لك ومذاكر كويس على فكره، انا مجهز لك داتا كامله على حراس المرمى، لان البطوله فيها حراس مرمى كبار على اعلى مستوى يعني. بس خلينا قبل ما نكمل كلامنا في البطوله، يعني عايز اكمل معاك قصه الحاله اللي احنا عايشينها دي. انت شايف يعني ايه الطريقه الامثل والمسؤوليه بتقع على مين في ان احنا نغير؟ وانا مش بتكلم على شخص، مش بتكلم على فكره بزقت او ايهات، انا بتكلم على منظومه كامله. شفنا امبارح، يعني امبارح كنت بستعرض بيان اتحاد الكوره، ازمات في اتحاد الكوره مع كيروش ورحيله. الكلام ده اتاخر جدا يا احمد. الكلام ده كان المفروض من بدري، لانه الثواب والعقاب هم اللي اي حتى منظومه في الدنيا. ايوه الثواب والعقاب هو ده اللي بيصلح اي مكان. يعني انا من بدري خالص لما حد اعتذار لجنه الانضباط في حد ذاتها المسؤوله عن الثواب والعقاب يا كابتن احمد، ده ليه دلاله كبيره جدا طبعا، لان هم يعني شافوا ان في تهريج. في تهريج من ان انت مش قادر تجيب حد تحقق معاه. هو اخطا في حق الشعب المصري، واخطا في ناس كتير جدا، وكل واحد خايف يتكلم علشان ما ينلوش من الحظ جانب يعني. فاهم انت ازاي؟ هيطلع له بقى حاجات، وانت كنت فين ورحت فين وسيرت منين وجابوك منين. الدنيا مش كده يعني، الرياضه مش كده، والحياه الشخصيه والحريه الشخصيه دي مكفوله لكل الناس في كل مكان في العالم. يعني انا بعمل ايه اقيم من خلاله؟ انا لعيب كوره، انا مدرب كوره، انا اداري، انا طبيب، هي دي المنظومه بتاعتنا. انا مجلس اداره بشتغل بامانه وشرف، وبجيب صفقات وبحاول احسن من وضعي. كمان كل الناس تعمل كده، كل الناس تحسن من وضعها، كل الناس تشتغل الشغل الاحترافي السليم. لكن المساله ما بقتش كده. كل الناس عماله تختلق اشياء تبعد انظار الناس عن نجاح اخرين، ودي مشكله كبيره.
كنت بفكر او يعني بقول بصوت عالي كده انه من مصلحه الاهلي جدا لو فكرت بنفس المنطق ده انه بقاء الحال على ما هو عليه، لانه ده موصل الاهلي انه يعني يغرد منفرد. الاهلي في حته تانية وبقيه الانديه في او المنظومه كلها في حته تانية. ما هو احنا عايزين الاهلي في حته تانية، لكن في النهايه ده شيء الحقيقه بينعكس سلبا على يعني الناس فرحت قوي ان اتحاد الكوره طلع بيان انه يعني وقف التعامل مع يعني احد الانديه. ايوه لكن ده حاجه طبيعي جدا، هم عملوا حاجه طبيعيه، ما عملوش الالياذه يعني، ده كان المفروض يحصل من بدري جدا. والله في ناس كابتن احمد شايف انه ده اضعف الايمان، بس على كل الاحوال خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد ناجي. الذكريات واللقطات البسيطه دي مع كابتن احمد ناجي رجعتنا مشوار طويل، ويمكن هو شخصيا راح بخياله وافتكر حاجات كتيره جدا مره ثانيه. كاس العالم طبعا مشوار طويل يا كابتن احمد برضو مع يعني حراسه المرمى كلاعب ومدرب، ومع طبعا يعني جول كيبرز في انديه كتيره ومع منتخبات كتير. يعني لا مش كتيره، هو يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي 23 سنه. ايوه 10 سنين في القطاع و13 موسم مع الفريق الاول. ايوه وبعد كده اشتغلت. مين طلع مع كابتن احمد ناجي في ال لا كل اللي يجي على بالك طلع معاه. كله مفيش حد ما عداش. حد ما جاش. بعد كده طلعت بره مصر سنتين ثلاثه في ايران مع مستر مانويل. ايوه. ومع نبيل معلول وراسفال لوسيسكو في قطر. وبعدين رجعت على المنتخب 6 سنين. فيهم 2 بطولة أفريقية وكاس عالم، وبعدين رجعت على نادي سموحه 2 سنين وشوية، وبعدين سيراميكا. يعني الرحله ما فيهاش انديه كتير، 3 4 أندية. لكن فيها النادي الاهلي 23 سنه، يعني مده اعتز بيها جدا. والاهلي واحد من اهم المراكز دايما يعني بيتفوق فيها مركز حراسه المرمى. مفيش جول كيبر جه الاهلي او يعني حرس مرمى النادي الاهلي ما كانش هو جول كيبر منتخب، او ما كانش هو نمره واحد في مصر، او ما كانش هو حارس عظيم بكل. يعني الناس دايما تحتار. انا طبعا من اول ما ابتديت اشوف يعني كان في نهايات كابتن ثابت البطل، شفت اكرامي طبعا فيديوهات وحاجات كده، بعد كده كابتن شوبير، بعد كده حضري، بعد كده امير فتره، بعد كده اكرامي، بعد كده احمد فوزي طبعا، وصولا للشناوي طبعا ولطفي ومصطفى شوبير. انا دايما اقول عندي يعني حاجه بقولها انه قوة الفريق بتأثر على قوة الحارس والعكس. ايوه يعني مثلا لو اديت لك مثال بابو جبل وهو في الزمالك شكله مختلف تماما عن وهو في البنك الاهلي. طبعا لانه طبعا العناصر تقصد مستوى تراجع، يعني مش هو ابو جبل. لا مش هو ابو جبل اللي كان موجود مع منتخب مصر. الموتيفيشن مختلفة. الدوافع الدوافع مختلفة. والادوات اللي بيشتغل بيها مختلفة. ممكن تكون اقل، العناصر اقل. ايوه التارجت مختلف. تاثر على انا هنا مش عايز انزل درجه ثانيه، وهنا عايز اخد بطوله العالم. مظبوط. فالشكل نفسه بيبقى، لان التجهيز النفسي للحارس ده حاجه مهمه جدا، حاجه في لب الموضوع. لانه انت لما بتيجي تجهز حارس النادي الاهلي غير لما بتجهز حارس نازل. يعني حتى كنت مع كابتن اسلام في الكنترول جوه بقول له انا في النادي الاهلي بقعد على البنش هكسب كام؟ 3 4 5. مظبوط. مع الأندية التانية يا عالم هخسر كام ولا هتعادل. يعني بس رغم وجود أسماء تقيلة جدا جدا وعلى مستويات الحقيقة تقدر تقارنها بأسماء عالمية، لكن مش عارف دايما ليه حراس المرمى في مصر ما بيلعبوش في أندية كبيرة أو ما بيحترفوش بره في أندية كبيرة. هسألك السؤال وأسمع ردك على السؤال ده، بس بعد ما أخد مكالمة أعتقد مع واحد طبعاً كابتن عزيز. كابتن عزيز بنيك طبعا نجم الكرة المغربية ونجم نادي الوداد المغربي السابق ونجم نادي نونسي الفرنسي أيضا، هو معانا دلوقتي على التليفون. يا كابتن عزيز مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على شاشة الأهلي. بارك الله فيكم، هذا شرف لي أن أكون معكم في هذه الأمسية. تحياتي لكم لكل الشعب المصري الحبيب والغالي، ولكم كل التقدير، وكلكم كابتن احمد سمير وكابتن ناجي وكل الشباب وكل الطاقم اللي بيشتغل في القناه. كابتن عزيز احنا عارفين انت حياتك كلها دلوقتي مع جمعه ومع تريكا ومع حبايبك اللي هناك في قطر. والله احنا انا بقول لك انا الحين، وانت عارف كابتن ناجي، انت عارف احنا تواجهنا هنا
لما كنت انت في نادي الجيش. الجيش ايوه صح مظبوط. مدرب للعربي. طبعا طبعا كابتن. نادي العربي ما شاء الله عليك. واحنا الحين امام نادي السد وحتقابل الحين دلوقتي نزل من عندي شيبو وكان احمد فؤاد معاي. طبعا. كان معايا وائل وكانوا الشباب كلهم حنلعب شويه. والناس اللي ما تعرفوش ان انت كنت لعيب جامد جدا في الدوري الفرنسي وكنت لعيب خطير. لا وشوية شوية احنا كبرنا خلاص. ربنا يديك صح. لا ازاي لعيب كبير طبعا في الكرة في تاريخ الكرة المغربية. والشكر واجب كابتن عزيز بداية لحسن الاستقبال من الأشقاء المغاربة لبعثة النادي الأهلي. وشكر واجب للكرة المغربية اللي شرفت الكرة العربية والأفريقية في مونديال قطر 22. بارك الله فيكم. واحنا نعتز بهذا التمثيل وفخر فخر للمغرب صحيح، ولكن المغرب للعرب، احنا نمثل العرب كامل. تخيل معي انا من المغرب الى المشرق كل العرب يتكلمون لغه واحده، بينما في اوروبا تجد الفرنسي يتكلم فرنسيه والانجليزي بجنبه يتكلم انجليزي والالماني بجنبه يتكلم الماني، كل واحد له لغته، واحنا عندنا لغه واحده نتفاهم كلنا جالسين يعني نجلس مع بعض. صحيح كلنا عندنا الديالكت وكل واحد عنده اللهجه الخاصه به، يعني اللهجه لهجه، بس عندما نتكلم بليونه يعني تفهمونا. طبعا احنا نفهم اكثر لان احنا طبعا نتابع على الاغاني والافلام والصراحه بتسهل عليك. لكن انتم شفت ما شاء الله العديد من المصريين اللي يعني اخذوا اقامتهم بالمغرب بداوا يتعلموا المغربي يعني خلاص بسهوله، يعني صراحه بس شوف هذا واجب ان الشعب المغربي يستقبل الاخوان المصريين، وهذا واجب. واجب لان هذا بلدهم الثاني. صحيح صحيح. وانا اتمنى ان الجمهور المصري يحج بكثره في المغرب. لا باش نقول احنا بنراهن على الجماهير المغربيه في البطوله، يعني خليني اقول لك انه طبعا هي بطوله عالميه ولكن بنكهه عربيه، انت احنا بنتكلم على ثلاث فرق عربيه بتشارك في البطوله، فبالتاكيد طبعا الرهان على الجماهير المغربيه في المسانده يعني، صح ولا ايه؟ لا لا هتشوف هتشوف هتشوف. احنا ما عندناش، احنا في المغرب عندنا فقط الفرق المغربيه والفرق العربيه. الفرق العربيه عندما تلعب مع اي فريق تشجع الفرق العربيه، وخصوصا لما تكون مصريه او تونسيه او حتى جزائريه، يعني ما عندناش مشكل. المغرب ما عندوش ولا مشكل، مرتاح. أي. مع ضميره، لان انا دعني اذا مصري، انا رحت مصر سنوات وكنا في الثمانينات كنا بنروح ونروح الازهر ونروح الخلخلين وشفنا الاستقبال وشفنا ونروح في الاغاني والشعب مضياف والشعب يحب الغنى والرقص والضحك والفكاهه والدم خفيف. وكذلك في المغرب تروح السوق المغربي نفس الشيء، ما تجد الا الاستقبال والضحك والفكاهه. طيب. طبعا العمل، ولكن طبعا كل التقدير كابتن عزيز للشعب المغربي. بس خليني اسالك بجد كوره بقى، يعني كوره نتمنى. نعم. طبعا الارض والجمهور يلعبوا دور مع الفرقه العربيه، وخصوصا طبعا اتمنى طبعا الاهلي المصري، لانه الاهلي شويه طريقه بعيد عن الهلال والوداد، يعني الهلال والوداد هيصطدموا بعض مبكرا، لكن الاهلي سكه تانية يمكن نتقابل في النهائي، محدش عارف، نتمنى يعني. لكن خليني اسالك بجد، شايف يعني، ويمكن بعد كمان البطوله توقيتها بعد بطوله كاس العالم اللي كانت في قطر وبعد اداء مشرف للمنتخبات العربيه، شايف حسابات البطوله ازاي وشايف فرص الفرقه العربيه ازاي في مونديال المغرب اللي هيبتدي ان شاء الله يوم الاربعاء؟ طبعا بعد هذا التمثيل المغربي المشرف اظن بان كل الفرق العربيه سوف تكون تحت المجهر. ايوه خلاص ما عادش اي فريق او منتخب عربي يكون متواضع، لذلك فسوف يكون تحفيز للاعبين، يعني كل لاعب حيقول يعني طموحه حيزداد وحيكبر. تجربه المغرب يعني هتكون ملهمه طبعا اكيد. برافو عليك، برافو برافو عليك، مهم جدا. لذلك فانا قلت اولا، قلت في البيان، قلت انا الصراحه هذا الانجاز المغربي سوف يخدم الكره العربيه في الاستثمار في المنشات الرياضيه، في ملاعب القرب، الاهتمام بالناشئين، بالشباب. والكابتن ناجي حيتفق معي وبيحب ايضا الشباب الصاعدين. الكل الان سوف يريد ان يصل الى 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 الى
اعلى درجه. طب خليني رايك الفني، مين الاقرب للوصول للمربع الذهبي للدور قبل النهائي في مواجهه الريال وفي مواجهه فلامينجو؟ والله اظن الريال حاليا بيعيش فترات رائعه جدا، شفناها في اخر مباراه حتى امس امام ريال، امام ريال سوسيداد، شفناها امام في الكاس امام اتلتيكو مدريد. انا الصراحه ريال مدريد رغم بعض الاخطاء الدفاعيه في بعض الاوقات، لكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد حتى في الصعوبات. شفناه منهزم امام اتلتيكو يعود في المباراه. شوف ريال مدريد قيمه مؤكده، قيمه مؤكده، ممكن هفوه ولها كما اتت كما حصل مباراه برشلونه في السوبر كوب، لكن في الكاس ممتازه. لكن لا لا، مباراه السوبر ما كانتش هفوه، دي مباراة بتفرض واقع جديد هيحصل ويتكرر في كوبا ديل ري بعد في خلال ايام. يعني برشلونة عادة وبقوة. انت برشلوني. انا كتالوني. كابتن عزيز مدريدي، خلي بالك. ما انا كتالوني بقى، ما اقدرش اسكت له في الحتة دي. انا اوكي، انا لما حلل، شوف لما حلل فبصراحة ما تعرفنيش برشلوني او مدريد. ايوه. ولكن شوف لازم الواحد يحلل او يكون واقعي. الانتماء شيء. الانتماء كلنا اهلاويين وداديين مدريديين برشلونيين، ولكن في بعض الاوقات لازم الواقع يحكم. شوف الواقع يقول بان ريال مدريد في السنوات الاخيره هو الاقوى. طيب اطراف المربع الذهبي من وجهه نظرك مين الاقرب؟ يعني مين الاقرب؟ انا بالنسبه لي ريال مدريد حيكون. ريال مدريد واصل كده كده، هو فلامينجو، الهلال ولا الوداد؟ من الناحيه الثانيه الهلال ولا الوداد مين اقرب؟ أنا طبعا الوداد طبعا. تتمنى الوداد؟ دي قصة. وشايف مين أقرب؟ دي قصة تانية. أنا 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 أتمنى الوداد صراحة. أتمنى الوداد، لكن الوداد حاليا لازم يتطور أيضا، لأن ما فيش راس حربة، راح بنزا. أيوة بنزا مشي طبعا. ما عادش في اللعيبة اللي كانوا موجودين، الجرتي وناجم كان في قبل ثلاث سنوات كان يكسر الدنيا، حداد، بن شرقي. تغير الفريق، الحين غيرنا المدرب، جاء مدرب جديد. الحين الوداد يبحث عن هويه جديده، يبحث عن لاعبين جدد. الوداد ليس كالاهلي. الوداد لازم كل سنه، وهذا من سنوات نحن من الثمانينات، كل سنه او سنتين لازم يبيع لعيبه عشان النادي. كابتن عزيز منيجي، انا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. كل التوفيق طبعا للانديه العربيه وفي مقدمتها الاهلي المصري. اسمع راي كابتن احمد في نفس النقطه، بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. اخر رسائل كابتن عزيز منيجي اللي ما ظهرتش على الهواء، انه الحقيقه انه الاهلي هو الاقرب للفوز طبعا على اوكلاند، وانه بيراهن انه اذا كان فريق قادر على انه يصنع المفاجاه في البطوله فهو بيراهن على النادي الاهلي المصري. بشكر طبعا نجم الكره المغربيه كابتن عزيز بنيجي على مشاركته معانا. شايف مين الاقرب انا عارف طبعا انه يعني احنا بنمشي قصه مباراه بمباراه، ما بنفكرش طبعا في مباراه. يعني سياتل ساوندرز بره الحسابات خالص دلوقتي، واعتقد انه مستر كولر ممكن يبقى بيتفرج على شرايط اوكلاند بس، بيتكلم مع الفريق على اوكلاند بس، وبعد تجاوز عقبه اوكلاند نبتدي نفتح ملف سياتل ساوندرز. لكن اجمالا نظره عامه على البطوله، زي ما كنت بسال كابتن عزيز، شايف مين الاقرب للمربع الذهبي كابتن احمد؟ هو طبعا الهلال والوداد مش باينه، مش باينه، لان الهلال هيعافر 50 50 يعني. شايف انها الهلال هيعافر، وممكن تكون الهلال عنده فرصه اكبر، لانه الوداد في مرحله انتقاليه و مشي من عنده لعيبه كتير، عاملين زي الاسماعيلي كده اللي هو يعني عايز اجيب شويه فلوس من اللعيبه عشان اصرف على الفريق، على الفرقه. ايوه هم معذورين طبعا جدا، وهم فرقه طبعا تاريخيه، فرقه عملاقه يعني طبعا. لكن الهلال عنده استقرار في كل حاجه، وعنده المدرب الارجنتيني اللي جالنا هنا في نادي بيراميدز، ومدرب كويس، وعنده ستاف كويس، وعنده لعيبه كويسه، عنده حارس كمان جابه الارجنتين تكناوت. لا بنتكلم على العويس. العويس في الهلال. الهلال بتتكلم على فحارس كويس قوي يعني. أي. وعنده عناصر كويسه جدا. كان عنده بعض الاصابات في الفتره الاخيره، لكن كلهم انا هستعرض معاك قائمه حراس المرمى، لان كلهم الحقيقه حراس مرمى على مستوى عالي جدا. وانا بتكلم على فرقه الهلال. أي. كهلال، عشان حتى بقيه المراكز في الفرقه بدات، كانت في دروب في الفتره اللي فاتت من اصابات وحاجات، بدات الفرقه تفوق مره ثانيه وتكمل يعني. يعني الهلال هو اقرب لمواجهه فلامينجو. انا بقول الهلال والوداد الهلال اقرب.
الاهلي اوكلاند سياتل ساوندرز، فرص مين اكبر؟ لا احنا على الورق، احنا بنتكلم على الورق، كل مباراه ليها ظروفها و90 ما لهمش علاقه بالكلام خالص. الاهلي هيتعدى يعني المباراه الاولى في يعني في المتناول جدا ان هو يعدي الفرقتين دول، يعدي الفرقتين في المتناول جدا، وطبعا بحاله التركيز اللي معموله طبعا انت لازم تكون في اقصى معدلات طبعًا تركيزك. وانا شايف ان بقت سمه الفتره الاخيره، لان المدرب كمان كان ليه دور في انه يعمل ريفريشنج للعقليات اللعيبه. ما كانش فيه لعيب ضامن مركزه قوي. ايوه كان بيعمل روتيشنز في اي وقت وفي اي مباراه في اي مركز فكان عامل لهم حاله من استنفار لا ريفريشنج لتفكيرهم. ايوه انه مفيش حد يفكر انه ضامن على قديمه. ايوه لا فكروا بالاسلوب اللي انا عايزكم تفكروا بيه، اللي هو ممكن تبقى مش موجود في اي وقت، ممكن تبقى موجود في اي وقت، ممكن تبقى في بوزيشن غير البوزيشن اللي انت بتلعب فيه. فعمل حاله بصراحه عجباني جدا، وهو مدرب انا بحترمه جدا حقيقي. شايف بصمته ازاي وشايف مشواره ازاي في البطوله دي، لانها احتكاك على مستوى الى حد كبير مختلف عن اللي كان بيواجهه. انا بقول ان ده مدرب دماغه مش ناشفه، مرن. يعني مثلا شفناه مع بيراميدز بيلعب تحت الكوره كانه فريق صغير. ايوه وبيعمل تحولات وبيشتغل على الهجمه المرتده. اللي يشوف النادي الاهلي ده بيلعب بالطريقه دي يقول ازاي النادي الاهلي بيضغط من قدامه حاجات، لكن هو مدرب مرن جدا. الشكل اللي هو المفروض النتيجه زائد حته مصح اللعيبه كله كل في اي وقت، فدي حاجه كويسه جدا. يعني اعتقد انه التحليل لما يقدم بتاع الفرق دي يذكر، وهيختار انسب طريقه عشان يطلع احسن نتيجه. بتشتغل انت ما يعني ما كنت بتدرب حراس مرمى، بتشتغل مع حراس مرمى شغلك الطبيعي، ولا كل ماتش وكل مواجهه وكل بطوله وكل منافسه ليها شغل مختلف؟ لا طبعا في بطوله زي دي هتذاكر فراوده الريال، هتذاكر فراوده اوكلاند، هتذاكر فراوده في المحللين بيدوني انا شخصيا ريبورت عن خصائص الحاله الهجوميه بتاعت الفريق اللي هتلعبه. ايوه مش الفرديه. يعني مثلا بيتعمل تغيير مراكز بشكل معين، لعيب بيبقى على الطرف بيبقى جوه عشان يستخدم رجليه الشمال في الشوط وبيستخدمها ازاي. اللعيب الدريبلر اللي واحد ضد واحد كويس عشان انا ابقى عندي تغطيه ورا المدافعين عشان يبقى ما فيش مسافه كبيره بينه وبينه لو حصل دريبل بينه وبين المدافع. الكروسات بتروح على القريبه ولا بتروح على البعيده ولا بتروح عشوائيه ولا بتروح مرتفع عالي قوي ولا بتبقى شوطه. كل الحاجات دي بندرسها وبنديها لحارس المرمى كانه فيلم شاف المباراه قبل كده. ولكن اثناء المباراه بتحصل تغيرات، لان ممكن الحارس يخطا خطا ياثر على اداؤه الذهني والنفسي. لكن طبعا دايما زي مثلا ماتش الاهلي وسموحه غلطتين هاني سليمان اكيد طبعا لدرجه انه خرج بالظبط. فلا المساله على سبيل المثال يعني انت بتعمل شغلك، ولكن في حاجات بتحصل في الملعب احيانا بتغير طريقه تفكير الحارس نفسه. حارس المرمى نص الفريق فعلا؟ اكتر من نص الفريق. اكتر من نص الفريق. انا كتبت ان هو نص الفريق، يعني كتبت شعر ان هو نص الفريق. لكن انا بخبرتي الطويله في لانه ده مركز ملوش تغطيه. مش حد بيغطي وراه. يعني المهاجم يغلط نص الملعب يغطي يشيل. نص الملعب الديفنس يغطي. لكن الحارس يعني لو غلط مفيش حد يغطي، هو في غير الشبكه بقى هي يعني اي بطوله فيها حارس مميز انت بتعول عليه ان هو يساعدك وتركن عليه. ايه البطوله اللي ما تنساهاش كان سبب فيها حارس من حراس المرمى اللي انت كنت بتدربه؟ لا كتير. يعني بس الاهلي والصفاقس 2006 2006 واحنا في اخر ثانيه رحنا كاس عالم بتتنسيش البطوله لا لا خالص ما اقدرش انساها ابدا. طبعا تاهلنا لكاس العالم مع الكونغو. ايوه دي برضو من البطولات اللي انا ما انساهاش ابدا. 2-1 وكل بطولاتنا بقى يعني دايما احنا كنا البطوله اللي توصل لضربات الترجيح كنت ببقى حاطط في بطني بطيخه صيفي ان احنا تاهلنا. لانه بيبقى الحراس واخدين داتا جامده جدا وعدد ضربات جزاء متفرجين عليها بشكل مثلا يومي. انت اللي بتحدد لحارس المرمى
يعني لما بتعرف مين هيشوط من الفريق المنافس بيبقى في استيميشن يعني بيبقى في توقع توقع يعني هو يعني عنده زاويته مثلا شاط هنا ست كور وشاط هنا كورتين فاذا كنا في ضربات الترجيح بس ضربات الترجيح ليها قانون لانه بعد 120 دقيقه واجهاد عصبي جامد جدا فاحنا بنلعب على رد فعل الكوره لان احيانا مارادونا يخش يدالك قد كده من الانهاك العصبي اللي هو عنده لكن ضربه الترجيح اللي في المباراه ليها حسابات تانية. ليها حسابات تانية. افضل حارس مرمى دربته كابتن احمد لا هم كلهم يعني انا ما اقدرش اقول يعني إن يعني لكن افضل ثلاثه معلش افضل يعني حاجة. يعني مثلا الحضري الشناوي طبعا الحضري بدا معايا كبير لكن الشناوي لما مرنته عنده 13 سنه فعمر يعني طبعا في امير عبد الحميد في احمد فوزي مصطفى كمال شريف اكرامي عادل عبد المنعم كله ما فيش حد ما دربش مستقبل حراسه المرمى في الاهلي شايفه ازاي ممتاز كان في كلام في بدايه السيزون على انه الاهلي محتاج يعمل صفقه حراسه مرمى كنت مع ولا ضد ده انا مع ضد ده تماما لان بعد لطفي في مصطفى شوبير ده حارس عنده شخصيه عالميه حارس كبير جدا وشخصيه مناسبه جدا للنادي الاهلي وبعدين في حمزه وبعدين في حراس ثانيه صغيرين لا النادي الاهلي هو يعني مش هو بيصدر مش بيستورد في حراسة المرمى طول عمره استعرض معاك الحراس المشاركين في البطوله وانا يمكن اعرف منهم اربعه او شفت اربعه وعارف يمكن قدراتهم بشكل كبير نبدا مع محمد الشناوي قائد النادي الاهلي الحقيقه ومش بس حارس مرمى كبير لكنه كمان لاعب عنده شخصيه القائد داخل الملعب ان شاء الله باذن الله يعني يكون ليه دور كبير في مشوار ناجح الاهلي في البطوله وانا شايف كمان انه محمد الشناوي في البطوله دي داخل فيها بكميه حب مش طبيعيه من جماهير النادي الاهلي لواحد في انكار ذات غير طبيعي جاله عروض من ويجن ومن النصر السعودي بمبالغ كبيره ولكنه فضل الاستمرار مع النادي الاهلي فدي لوحدها تحطه في حته طبعا في قلوب جماهير النادي الاهلي طبعا ناهيك بقى عن المستوى الفني و وقيادة الفريق ودوره في البطولات الكبيرة دي مهمة جدا هات البطولات الكبيرة كلها يعني في كأس العالم أول مباراة دولية لعبها ياخد مان أوف ذا ماتش صحيح فعنده صلابة صلابة نفسية هناخد أرقامه وعايز أكلمك شوية نقف شوية مع الشناوي كابتن أحمد طبعا الشناوي 34 سنة طول 191 سنتي مشاركات الدولية 44 مباراة دولية البطولات اللي حصل عليها 5 دوري 2 كاس 3 سوبر 2 دوري ابطال و2 سوبر افريقي وطبعا 2 برونزيه كاس عالم شارك في 378 مباراه طلع منهم ب 175 مباراه ده رقم كبير جدا على ده رقم كبير جدا والقيمه التسويقيه حاليا 3 مليون يورو يعني كلها ارقام هو يستاهلها حقيقي يعني وعنده الرقم اللي هو بتاع عدد المباريات ده يعني ناقصته حاجات بسيطة ويعدي يبقى هو نمرة واحد في النادي الأهلي طبعا فاضل له اعتقد يمكن 20 مباراة يمكن كمان النهارده بنتكلم على أعمار حراس مرمى بقت في يعني في الملاعب يلعب 40 يلعب 40 يلعب 40 طبعا عنده فرصة كبيرة جدا يكسر كل الأرقام حارس عنده مواصفات فنية وبدنية وذهنية مش طبيعية يعني يدخل في مصاف الحراس العالميين يعني صحيح ان شاء الله باذن الله نشوف منه حاجه كويسه كمان في كاس العالم للانديه ده ويتوج بمركز افضل من كل المراكز اللي احنا خدناها نتمنى ان شاء الله ده حلم الاهلاويه السنه دي طب نروح لتاني حراس المرمى عالمي طبعا محدش يقدر ينكر واحد من اهم حراس المرمى في التاريخ حارس المرمى البلجيكي الدولي وحارس مرمى الريال طبعا تيبو كورتوا دخل اتطور كبير اتطور بشكل كبير جدا تيبو كورتوا والنهارده يعني كان في فتره من فترات كده كابتن احمد نوير تحس انه ملهوش منافس في حراس مرمى كتير يعني كويسين كيلور نافاس ماشي دوناروما برده ما عنديش مانع تير شتيجن كويس جدا لكن كان نوير دايما في حته لوحده لكن الحقيقه في الموسمين الاخيرين دول تيبو كورتوا زق نفسه خد قفزه كده عملاقه وبقى الحقيقه أنا يعني حقيقي هو شفت تمرينه شفته تمرينه على الواقع في ارض الملعب كذا مره تحس انه بيتمرن زي الناشئين ناشئ يعني عنده نهم في التدريب مش طبيعي وعارف ان هو الاطوال دي بتحتاج نوعيه معينه من التدريبات هو حريص ان هو يعني يشتغل عليها حارس طبعا بقاله في ريال مدريد فتره طويله ومن ايام اتلتيكو مدريد
كان من الحراس اللي هم هيمشوا هيمشوا من ريال مدريد هيروح من اتلتيكو مدريد هيروح مانشستر يونايتد مانشستر سيتي اللي هي الانديه الخمسه الكبار اللي هي بتتصارع كل سنه. طيب خلينا ناخد ارقامه كابتن احمد ونكمل كلامنا عليه. طبعا ريال مدريد بلجيكا الجنسيه 30 سنه صغير مش كبير مترين. بالنسبه لحراس المرمى يعني مترين طول قامه فارعه يعني 100 مباراه دوليه خد طبعا مونديال الانديه مع ريال مدريد خد دوري ابطال تشامبيونز ليج اوروبا 3 دوري اسباني 2 دوري انجليزي وسوبر اوروبي واليوروبا ليج بطولتين مشاركات 556 مباراه نظافه شباك 227 مباراه والقيمه التسويقيه 60 مليون يورو. ده رخيص قوي. رخيص شايف انه رقم طبعا رقم لا يتناسب مع طبعا رقم يعني ده مين اللي كان طالع ب 100 مليون دوناروما دوناروما افضل ولا تيبو كورتوا من وجهه نظر كابتن؟ لا الاكتف اكتر تيبو كورتوا طبعا دوناروما بتشوفه اوفر ريتد ولا دوناروما يعني بشوفه اوفر اكتنج اوفر اكتنج طيب نروح للحارس اللي بعده عندنا احمد رضا تكناوتي طبعا حارس مرمى الوداد المغربي خلينا ناخد ارقامه بدايه الوداد مغربي الجنسيه 26 سنه حارس مرمى صغير 1 متر و92 سنتي طول مشاركات دوليه 3 مباريات دوليه خبراته الدوليه مش كبيره قوي البطولات 5 دوري و1 دوري ابطال افريقيا والمشاركات 222 مباراه نظافه شباك 105 والقيمه التسويقيه 1.8 مليون يورو. هو الحارس الثالث يمكن في المنتخب المغربي والمغرب دايما كان في حوار بيني وبين بدو الزكي طبعا طبعا انا بالنسبه لي بدو الزكي اعظم حارس مرمى في بس بدو الزكي قال ايه بقى؟ قال في حارس يا كابتن هيطلع هينسي المغاربه بدو الزكي ده بدو الزكي اللي بيقول كده على بونو ياسين بونو ياسين بونو قال لي ده بص انا بقالي قد ايه في التاريخ وبقالي قد ايه في الكلام ده الكلام ده بونو كان عنده 17 سنه كان لسه ما عملش اي حاجه قلت له معقوله قال لي يمحي حاجه اسمها قلت له ربنا يديك الصحه وطولة العمر ولا ان شاء الله قال لي لا ده انا هفكرك وفعلا بونو يعني عمل في الدوري الاسباني حاجه مش طبيعيه افضل حارس مرمى احسن حارس السنه اللي فاتت وطبعا في كاس العالم كان ليه بصمه كبيره مع المغرب صحيح فتتوقع ان تكناوني ده ممكن يبقى ليه دور مع الوداد يعني مع الوداد طيب نروح للحارس الرابع معانا هيكون طبعا ستيفن كليفلاند ده واحد من المجهولين بالنسبه لي طبعا ده حارس مرمى سياتل ساوندرز امريكي الجنسيه 28 سنه طول 1.88 بطولات دوري ابطال كونكاكاف شارك في 57 مباراه نظافه شباك 14 والقيمه التسويقيه 400 الف يورو وطبعا واضح انه الخبرات قليله جدا بس مسمينه كليفلاند على اسم الولايه ولا مش عارف اسمه؟ ولا على المستشفى حراس امريكا على فكره عندهم حراس هو المنتخب الامريكي او الكره الامريكيه ظهرت في كاس العالم بشكل مختلف لو تماما عندهم حراس كويسين بيلعبوا في دوريات اوروبيه كتير فليه لا يكون حارس كويس اوكي نعدي بسرعه من كليفلاند نروح لكونور تريسي ده حارس مرمى اوكلاند سيتي ده الحارس اللي هيظهر مع اوكلاند في مواجهه الاهلي في اولى مبارياتنا ان شاء الله شبه اجاسي بتاع التنس شويه في شويه اندريا اجاسي صحيح نيوزيلندي الجنسيه 25 سنه طول 1.87 مشاركات دوليه مع منتخب نيوزيلندا لاقل من 23 سنه ما شاركش مع منتخب اول بطولاته 3 دوري ودوري ابطال اوقيانوسيا ومشاركات 71 مباراه 33 نظافه شباك والقيمه التسويقيه 225000 يعني حاجه يعني مش كبيره وممكن البطولات دي بتبقى فرصه للحراس اللي زي دول يقدموا ان هم يظهروا يعني. طبعا نتمنى انه ما يظهرش يعني ده اول طلعه لينا بالنسبه لنا نتمنى انه ما يظهرش محمد العويس طبعا ده حارس انا بحترمه جدا على فكره ولانه اتعرض لضغوطات عصبيه كبيره جدا قبل كاس العالم لانه كان الحارس الاساسي عامل دوشه وقدم اعتذار ودخل العويس مكانه ولكنه رجع مع المنتخب بصوره كبيره حلوه ورجع كمان مع نادي الهلال كاساسي تاني حارس عنده اعصاب فولاذيه ما بيعرفش هو بيلعب مين هو عايز يلعب وعايز يتألق وعايز يقدم صوره كويسه لعب مباراه الارجنتين هايل جدا من يمكن مانو زمان ليه نقاط ضعف يا كابتن احمد شفتها في هو بس في تهور شويه في القرار لكنه احيانا بيخدمه يعني ساعات القرار المتهور ده يوصلك في الميعاد
وساعات يبقى في ديستورشن، يبقى في سوشره. ايوه. فلا هو لا حارس عنده رد فعل كويسه جدا، عنده ثبات انفعالي هايل جدا، هيكون ليه دور كبير جدا مع الهلال. 31 سنه، 185 سنتي، 44 مباراه دوليه مع منتخب السعوديه، بطولات دوري وكاس سعودي، 163 مباراه عدد المشاركات، ونظافه الشباك 44، والقيمه التسويقيه 700,000 يورو. حتى اللحظه اعتقد انه بعد تيبو كورتوا طبعا هو محمد الشناوي. طبعا اخر حارس معانا هو سوزا، هوجو سوزا، حارس مرمى فلامينجو البرازيلي، الجنسيه طبعا عمره 23 سنه، 1.99 سنتي، طويل برضه قريب من تيبو كورتوا، 2 دوري كوبا ليبرتادوريس مع فلامينجو، اخر فلامينجو خدها بالظبط كده، السوبر البرازيلي، كاس البرازيل، مشاركات 71 مباراه، نظافه شباك 22، ده اغلى من الشناوي سنه، 3.5 مليون. اغلى هو حارس على فكره عفريت يعني شقي. يعني انا اتفرجت عليه مع فلامينجو، في خفه دم وهو بيلعب، وساعات يمسك كرة بايد واحده. عنده حاجات كده في اللعب، الجماهير ليه ابيليتي يعني مع مع الجماهير. هي القصه دي في امريكا الجنوبيه كتير. بس هو ده بيعملها مش بافوره، بيعملها في وقتها، فما بيغلطش. اوكي. بيمتع يعني الجمهور، فمتقبل. متقبل. أوكي. منه يعني. هو حارس شقي يعني، انا شفته كان في اسمه هيجيتا تقريبا، هيجيتا صح؟ كولومبيا. بتاع كولومبيا ده اللي كان بياخدها كده. بس ده مجنون رسمي. ده مجنون رسمي. بس اتحط في التاريخ ده. طبعا هيجيتا طبعا من حراس الكبار، وكلف كلف كولومبيا اعتقد جون في كاس العالم مع الكاميرون صح؟ طبعا خد منه روجيه ميلا وحط الجون صحيح. لكن ده شائب بفهم. وكان في اعتقد برضه في 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 باراجواي تشيلافيرت. تشيلافيرت ده هداف. هداف. كان كل الضربات الثابته كان بيلعبها هو اللي بيحط. ساعات كده بيبقى في لقطات جنون عند حراس المرمى. لا بس ده ما تشيلافيرت ما كانش عنده لحظات جنون، كان عنده تركيز عالي لا جدا. لا بس كان بيعمل مشاكل وخناقات. لا كان هو دايما منقذ الفرقه. يعني كان دايما كرات الثابته كانت نسبته فيها حوالي 98%. يعني احسن من اي لاعب في تاريخ بلاده. يعني اي حاجه الكره بره كان عنده شمال مش طبيعيه. ايوه. تشيلافيرت. تشيلافيرت ده من الحراس العظام جدا. ينفع تقارن حراس مرمى من اجيال مختلفه؟ يعني مثلا يعني ينفع نقارن مثلا بين داسايف وبين مثلا بوفون؟ لا داسايف هقول لك حاجه، داسايف نجح مع المنتخب كويس جدا. ايوه. لكن رحله كاسكيلز، سيبك من الانجازات، كاسكيلز كابتن احمد، كداسايف في الدوري الاسباني فشل ذريع جدا، ما عملش حاجه. ايوه. لكنه طبعا مع المنتخب الاتحاد السوفيتي السابق يعني طبعا كان مميز جدا، وعمل بطوله كاس عالم مش طبيعيه. ولكن اللي مش طبيعي انه ما يكملش على نفس المستوى ده، كان الفرق بين وجوده في الاتحاد السوفيتي والدوري الاسباني شهور. أيوة. ولكنه ما عملش حاجه يعني. داسايف طبعا بيقولوا ان هو من العظماء، لكن بالنسبه لي انا ما كانش من العظماء. مين من العظماء بالنسبه بره مصر؟ يعني سيبنا من جوه مصر، بره مصر مين؟ مين حراس مرمى عظام بالنسبه لكابتن احمد؟ لا بره مصر في بيتر شمايكل. بيتر شمايكل طبعا. مان يونايتد ودنمارك طبعا. فان دير سار من الحراس الكبار. انت بتشجع مان يونايتد يا كابتن احمد؟ لا لا انا ما اقصدش، انا بشجع، انا بتسالني على المستوى الفني. انا بسال صحيح على المستوى الفني. المستوى الفني دول كانوا حاجه كبيره جدا. شوماخر في المانيا، كان عنيف وكان فعال جدا. لا اللي كان عنيف كان اوليفر ماير. كان اوليفر كان كان جزار. اوليفر كان برضو، بس انا ما بحبش اللعب الناشف ده. يعني ما بحبش اللعب اللي ملوش ستايل. جوان الالمان ما عندهمش حلاوه لعب. مش حفنه يعني. مثلا تلاقينا بتقول لي بوفون. بوفون ده حاجه عظيمه جدا. حاجه من الناس اللي هي فرز اول يعني. ايوه. حتى في فرنسا فابيان بارتيز جت عليه فترة كان مؤثر جدا مع منتخب فرنسا، كاس العالم 98 طبعا. لا في حراس الحراس بتوع بلجيكا بالتحديد. بودار وبردوم والحراس القديمة دي كان لها شكل وكان لها موضوع يعني. ايه الحاجات اللي وبالتالي انه ادوات التدريب بالذات في مركز حراس المرمى كابتن احمد اتغيرت واتطورت بشكل كبير جدا في الفترة طبعًا الأخيرة؟ احنا دلوقتي بنشتغل بمكن. يعني بنشتغل بقوازف وحاجات ده ما كانش موجود زمان طبعا. لا ما كانش موجود. كانوا بيطلعونا المدرجات وينزلونا.
كانوا بيبوظوا ركابنا اصلا. ايه الحاجات اللي بتشوفها في حارس المرمى عناصر اساسيه لا يجب الاستغناء عنها؟ يعني انا بص في حاجه واحده بص عليها وبعد كده ابني عليها كل حاجه، انا اقدر ابني عليها. تمام. الموهبه. الموهبه اذا في موهبه، الموهبه دي تتمثل بالنسبه لحراسه المرمى في سرعه رد الفعل؟ لا في في لا في ولا حاجه من الحاجات في الليونه في الموهبه دي، في الاستريتشنج، ان انت تحس ان الراجل اللي قدامك ده جول كيبر، حارس مرمى من غير ما حد يقول له حاجه. زي بالظبط واحد شاعر بيعرف يكتب من غير ما يعرف ما يذاكر العروض ولا القوافي، ولا تلاقيه بيكتب شعر بودانه. هو الحارس المرمى الموهوب انت تبني عليه بقى. ايوه. في عناصر تنمى وفي عناصر لا تنمى، فانت بعد ما تشوفه موهوب مثلا في حاجات حديثه بقى بناخد الليف ونشوفه ابيض ولا احمر، اللي هو مرتبط بالسرعه والبطء والحاجات دي. أوكي. وممكن توقف يعني مثلا امير عبد الحميد، انا عملت له علم الوراثه والجينات وهو تحت 15 سنه. كان قصير بس كان موهوب جدا. ايوه. فادينا بقى الداتا للناس المتخصصه فقالوا لنا هيطول بعد سن البلوغ 8 سنتي. فطول منهم 7، فشكرا كمل. في حاجات دلوقتي انت بتاخد قرار بدري لانه العلم اتدخل. أيوة. في كل حاجه سهل. يعني مثلا لو ادانا ليف ابيض خلاص هنتوقف لانه ده هيبقى بطيء. اوكي. ففي حاجات كتير في يعني العلم مش عايز اسخر عليك ولا على المشاهد. لا بالعكس، انا بتهيألي في الحاجات دي انا شخصيا اول مره بسمعها. لانه احنا دلوقتي بنكتشف حتى العمر بعض الادوات. يعني المزورين والحاجات دي بنكتشفها. كان في مشاكل في افريقيا زمان في القصه دي بتكتشف بمنتهى السهوله دلوقتي. بمنتهى السهوله. تدريب بقى حراس المرمى بقى فيه حاجات تكنولوجي حتى في التدريب. بس التدريب يمكن مش بس عشان يكتسب مهارات ويكتسب مرونه وسرعه لكن كمان في الادوار يا كابتن احمد، هالي دور حارس المرمى اختلف المدرب عن زمان؟ بالظبط كده. طبعا احنا المدرب لما بتلعب 3 فلات ولا بتلعب 3-5 ولا بتلعب 4 كل او بتبني اللعب في مكان معين، هو الحارس بيشتغل معاك يشتغل معاك كل حاجه. هو بيعمل لك يعني في مثلا حراس متميزه دي في مصر، هاني سليمان. هاني سليمان بيقدر يوجه لك الهجمه في الحته اللي انت عايزها. بمناسبه هاني سليمان، لا انا مش عايز يعني، انا عايز افضل 5 حراس مرمى في الدوري المصري الموسم ده لفتوا نظر كابتن احمد ناجي. لا اصل هو في حراس ما تقدرش حتى لو هم حالتهم مش كويسه ما تقولش عليهم ان هم كويسين. ايوه. يعني مثلا محمد الشناوي واحمد الشناوي وعواد وابو جبل وبسام واللي جاي عامل. كل دول حراس كبار. طبعا دول حراس كبار. واللي جاي كابتن احمد ناجي يراهن على مين؟ واللي جاي بقى في عندك محمد صبحي ومصطفى شوبير وعمر رضوان ده مصر غنيه جدا بالحراس. غنيه جدا يعني صراحه، يعني انا خايف بس انسى حد لانه الصغيرين كمان اكتر، الصغيرين اللي طالعين اكتر. فدي مش مقلقه يعني، مش مقلقه من مركز حراسه المرمى مش مقلق في مصر خالص. نورتنا كابتن احمد، نسعد بيك دايما. وقبل ما نختم الحلقه عايزين بقى حته من المفرمه. المفرمه بتاعتي انا بقى يلا، اللي هو كنت فاكر لما هكبر اني هنسى وانه هيجي لي زهايمر، كنت فاكر لما هكبر اني هزهق واني مش هقدر افكر، كنت فاكر لما هكبر ان حزني والاسى عندي هيكتر، كنت فاكر لما هكبر هيبقى دم تقيل وانا اللي كنت سكر، كنت فاكر لما هكبر لسه فاكر واديني بكبر وادي عمري بيكبر ولسه فاكر كل حاجه ويمكن اكتر، وادي عمري اهو بيكبر بيقولولي يا عبقري يا بمخ عنبر، وادي عمري اهو بيكبر عشت فرح وفي الليالي الحلوه بسهر، وادي عمر اهو بيكبر لسه برضه البهجه هي صنعتي ومعرفش اكشر، كنت فاكر لما هكبر كنت فاكر انما ما حصلش حاجه واديني بكبر ولما تكبر تحلو اكتر. نورت الدنيا يا كابتن احمد، بشكرك على وجودك معانا. عايز بس اديك الديوان. ده شيء يسعدني جدا ويشرفني طبعا. بشكرك كابتن احمد، تاخد بحضرتك الاهداء. وطبعا اشكر كل مشاهدينا ومتابعي السادسه، استمتعنا بكابتن احمد ناجي النهارده وان شاء الله باذن الله هنتابع معاكم بكره استعدادات الاهلي للمونديال، وباذن الله مونديال مختلف ومشوار ناجح كابتن احمد السنه دي ان شاء الله.
ميرسي يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. شكرا شكرا كابتن احمد، ميرسي جدا، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم ونتقابل على كل خير دايما في السادسه.